المرجعية، مرجعية علمية أكبر منها أدبية جمالية، وبالتالي كان لها وقعها في شعره. كيف ذلك؟ هل يحيل الطرح السابق حقيقة نسقية الذوال في النص الشعري، والتي تعني اكتفاء الكتابة الشعرية برؤية واقعية ترفض الخيال وتقهر حضوره؟ ما موقع التأويل السياقي في ذوق النصوص المقترحة؟ هل يمكن أن نؤسس انطلاقا من دراسة النصوص الشعرية لمبدع أحادي البعد كما يقول محمد برادة، وبالتالي يكون الوصف الأسلوبي ها هنا من الدرجة الصفر إذا قورنا بالمفروضات الشعرية المبنية على فكرة التعارف والتناص والتشبير؟ من بين ما يقوله مثلا مثل ما ذكر الأستاذ عندما يتحدث عن الجزائر: ما أمر نواها كلف الفؤاد بحبها وهواها، يا عادلي بحبها كن عادلي يكفيك منها ماؤها وهواها. ويقول أيضا في مدح الجزائر التي نزل بها في طريق رحلته من المغرب صوب المشرق، إذ التقى بعالم الجزائر وفقيهها سعيد قدورة، والذي كان قد رافقه في الأخذ عن عمه سعيد المقري. ومن جملة ما قاله المقري في مدح مدينة الجزائر المحروسة وعلمائها: جزائر الغرب لا تترك في أحزانه، يا بهجة الجهر طابت منك أزمانه، وزادك الله يا أرض الجهاد علا، فكم علا فيك إسلام وإيمان، وصامك الله من كيد العدا وغدا، للنصر والعز في مغناك إدمان، وزانك الله بالشيخ الذي مهرت علومه وأوحد العليا سليمان، فاعذر محب